كيف يبدو واقع اليمنيين بعد 5 سنوات من عاصفة الحزم؟ هل لا تزال الشرعية تملك قرارها في إدارة البلاد وتحقيق النصر؟ أم أن البلد بات مرهوناً بمزاج الشرعيات البديلة؟ ما هي مخاطر سقوط الشرعية واستبدالها بقوى سياسية معطلة؟ أهلا بكم. سواء اتفقت الأجندة الإماراتية السعودية أو اختلفت، فاليمنيون باتوا اليوم يدركون أنها بمجملها لم تعمل من أجل استعادة الدولة اليمنية، وأن الشرعية باتت رهينة القرار السعودي في الرياض. 5 سنوات كانت كافية ليتعلم اليمنيون الدرس جيدا، لكن الرئيس هادي والنخبة الحاكمة يبدو أنها لا تريد أن تستوعب فداحة استمرار هذا الوضع في البلاد. سيطرت الإمارات على الموانئ والجزر وتسعى حثيثا لدعم مشاريع الانفصال وإنشاء ميليشيا خارج سيطرة الشرعية. السعودية هي الأخرى باتت تقاتل الحوثي بدماء يمنية حماية لحدودها، ومن جانب آخر تسعى لتحقيق أطماعها في السيطرة على المهرة لتمرير نفطها عبر الأراضي اليمنية إلى بحر العرب. الشرعية غائبة أو مغيبة؟ لكنها في كل الأحوال تبدو غير معنية بما يحدث في البلد. 5 سنوات أدرك اليمنيون أنهم واحدون في معركة وجود ضد أعداء كثر، يشكل إخفاق الشرعية أحد أهم أسباب تكالب الأعداء عليهم. في لحظة البداية كان اليمنيون وقد فقدوا كل أدوات مقاومتهم في وجه ميليشيا الحوثي، مستبشرين بما بدا أنه تحرك عربي لإنقاذ صنعاء العاصمة الرابعة من السقوط النهائي في يد إيران وميليشياتها، إلا أن ذلك كله قد تبخر الآن. بعد 5 سنوات عاصفة يقف اليمنيون الآن عالقين في الحرب، ولا شيء في أفق السلام يلوح حتى اللحظة غير أسئلة جارحة حول ماذا كسبت الشرعية وماذا خسرت بتدخل التحالف. 5 سنوات حصد فيها اليمنيون خيبات كثيرة، وضاقت بهم أوجه الحياة مع حرب متعددة الأقطاب كثرت فيها أسباب الموت وانعدمت فرص النجاة. 5 سنوات من انطلاق عاصفة الحزم، معركة ربح فيها الجميع معاركهم إلا الشرعية والشعب، حقق البعض مكاسبهم الفردية لكن الجميع خسروا وطنا وأضاعوا بلادا. وبقي سؤال اللحظة الحرجة، كيف ساهم التحالف في دفع اليمن إلى الهاوية؟ أسئلة كثيرة تحيط علاقة الشرعية بالتحالف، خصوصا أن الشرعية تلتزم الصمت تجاه تآكلها وذوبان موقفها يوما بعد آخر، فماذا ستحمله الأيام القادمة لها إذا استمرت بهذا التلاشي؟ يواصل الرئيس هادي هروبه الدائم بعد انكشاف الوجه الحقيقي للتحالف الذي بات واضحا أنه لم يأتي لنصرة اليمنيين واستعادة دولتهم، بل جاء لتحقيق أهدافه الخاصة. شرعية ليس لها إلا الفراغ تحكمه بعد أن فقدت عاصمتها الثانية، ولم يعد لها سوى بعض المساحات من الصحاري بعد أن فقدت قرارها، وباتت شرعيات القوة على الأرض تنازعها حقها الدستوري. فقدت قوات الرئيس هادي حقها في امتلاك أدوات العنف، وباتت تخضع لمنطق القوة الموازية شمالا وجنوبا. ففي مناطق سيطرة الحوثي باتت الشرعية محكومة باتفاقات وتفاهمات دولية وبلغة الحوثي الانتحارية، وفي عدن بات القرار مرهونا بمزاج الإمارات وضغوط الرياض الدبلوماسية التي لا تثمر سوى مزيد من ضياع الشرعية. بات التدخل السعودي سافرا ومكشوفا في المهرة، وأصبحت القوات السعودية هناك هي صاحبة القرار، بل والمستفيد الأول من سبات الشرعية الطويل في الرياض. تحققت للتحالف أهدافه الخفية غير المعلنة بتفتيت اليمن وتدميره اقتصاديا، وتحقق لميليشيا الحوثي مشروعها بالسيطرة على المحافظات الشمالية، وتحقق لأصحاب النزعات الانفصالية بعض من طموحاتهم. بعد 5 سنوات يبدو اليمنيون هم الخاسر الأكبر من هذه المعركة، شعب بلا دولة ولا مؤسسات ولا شرعية إلا شرعية وجودهم على الأرض التي لا تحقق لهم حتى الحد الأدنى من مقومات الحياة، بعد أن باتت الشرعية التي يحاربون تحت رايتها مجرد خيال تائه في صحراء بعيدة عن كل الأهداف التي كانت لحظة اشتعال الحرب.
إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة والتي يفتتح فيها المساء اليمني أولى حلقاته الثلاث والمخصصة لمناقشة بدء عمليات التحالف العربي في اليمن منذ 5 سنوات، واسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي الذي سينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور فيصل الحديفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور لك وللجمهور الكريم وللمتابعين والمتابعات. أهلا بك. إذن دكتور فيصل، 5 سنوات ونحن نناقش معك من خلال هذه الشاشة ومن خلال هذا البرنامج، ما آلت إليه الأوضاع في اليمن خلال 5 سنوات من الحرب في اليمن؟ دكتور، ما هي قراءتك للمشهد؟ أسعد الله مساء الجميع. المشهد سيظل مائعا بالصورة البائسة التي نحن نراها بكل تفاصيلها ما دامت المدخلات السياسية والعسكرية والإدارية للأزمة اليمنية هي ذاتها. نحن لدينا مدخلات ثابتة وسيظل المشهد بائسا بثباتها. لدينا رئيس يمثل الشرعية اليمنية غائب هو وفريقه الحكومي في الرياض، لدينا تدخل خارجي، السعودية والإمارات تعبث بالأرض كما أرادت، لدينا انقلاب في الشمال يعزز سلطاته بسبب فشل الشرعية، لدينا انقلاب في الجنوب، لدينا تفتت في المؤسسة العسكرية، تفتت في المسألة الاقتصادية، حصار على المجتمع اليمني جوا برا وبحرا دون اعتراض. إذن هذه المدخلات كلها ثباتها سيؤدي إلى ثبات المشهد بالصورة السيئة التي نحن كيمنيين مجمعين على سوءها ونحن غير راضين عنها، وأي تصور نحو مستقبل أفضل لا يمكن أن يحدث دون أن تتغير هذه المدخلات. لا بد أن أحد هذه المدخلات يتغير حتى نحكم على التغيير. إما تتغير تخرج دول التحالف من المشهد، يعني يتغير ممثل الشرعية، يتغير الشارع اليمني نحو استعادة إرادته العامة وعدم السماح بالعبث لهذه الأطراف. إذن بدون تغيير المعادلة وبدون تغيير المدخلات التي تمثل هذه المعادلة سيظل المشهد بائسا وقاتما لا نهاية، لا أفق له قريب. نعم. إذن وفق هذه المعطيات قلت بأن المشهد ربما سيظل لا أفق لديه، لكن 5 سنوات من الحرب يعني سنوات ثقيلة على اليمنيين، هل برأيك سيصمدون يعني سنة أخرى، أشهر أخرى؟ ألا تجد أن الوضع يعني يسير نحو الهاوية؟ الحديث عن الهاوية نحن فيها، نحن في الهاوية أصلا، لا نستطيع أن نتوقع أمور أسوأ مما نحن فيه. يعني سقوط الدولة هو الهاوية، سقوط المؤسسات الدستورية للدولة هو الهاوية، وقوع اليمن تحت جائحة الانقلاب الداخلي والاحتلال الخارجي هو الجائحة. عدم وجود أو مؤشرات على أن السلطة الشرعية عندها مشروع تغيير أو صحوة ضمير هو الجائحة، وبالتالي هو الهاوية، وبالتالي نحن في الهاوية منذ أن انطلقت عاصفة الحزم، ومنذ أن بدأ الانقلاب الحوثي، ومنذ أن بدأت تتشظى الدولة ومؤسساتها، نحن دخلنا الهاوية في عام 2015 ولم نجد أفقا نتكئ عليه. كنا كشعب يمني، أتحدث هنا بلسان كل المواطنين اليمنيين بدون تفويض باعتبار أحدهم، باعتبار أحد هؤلاء الناس البسطاء، يعني كنا جميعا نأمل بما أن المناطق المحررة تخلصت من الانقلاب الحوثي، كان الناس ينتظرون تأسيس دولة تشكل ظهيرة للمجتمع اليمني وللشعب اليمني. تصوري لو أن المناطق المحررة تشكلت فيها مؤسسة الدولة وبدأ المشروع الإعمار والاستثمار وبدأت شخصية الدولة القانونية تظهر ولم يظهر الاحتلال الخارجي
ولم تظهر الانقلابات في المناطق المحررة، ولم يظل الحصار، ولم يسمح بالقصف الخاطئ والاعتداء على السيادة اليمنية وعلى الحقوق اليمنيين في دولتهم، ربما لنزح الناس من مناطق الحوثي بالملايين للاستقرار في مناطق المحررة، ولا أصبحت مناطق الحوثيين مناطق شبه خالية من السكان. ولكن عندما رأى الناس في مناطق الحوثي أن مناطق المناطق المحررة غير آمنة لهم وغير مضمونة ولا 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 فيها معيشة أو استثمار أو رواتب يمكن تصرف لهم، وبالتالي فضلوا أن يبقى كل إنسان ببيته وأن يضحي منتظران الفرج. طبعا هذا الانتظار هو يشير إلى أن الحرب في وعي اليمنيين لا تخصهم، هي حربا تخص إيران والسعودية على أرض يمنية، وهي تخص السلطة الشرعية التي تمسك تستحوذ على القرار السياسي دون أن تتخذ قرارات تدافع عن السيادة اليمنية وعن مصالح اليمنيين وفق الدستور والقانون. إذن نحن في الهاوية وسنظل في هذه الهاوية ما دامت، قلت، المدخلات والمعادلة السياسية هي دون تغيير، أي لابد من كسر الجمود، لابد من حدوث تغيير في هذه المعادلة، هزيمة الحوثيين، إعادة تسوية الملعب السياسي في المناطق المحررة، تغيير سياسة الشرعية بجدية، يعني كبح تدخل دول التحالف خارج إطار الدستور والقانون والقانون الدولي. إذن بما أن الوضع كما هو عليه سياسيا بمدخلاته ومعادلاته، سيظل الأفق إلى الأمام، سيظل سنوات يعني بدون أن يفكر اليمنيون بجدية، شباب الثورة، المناضلون في الميدان، المقاتلون، العسكر، المنظمات، الأحزاب، بدون تفكير في كسر هذا الجمود والخروج من عنق الزجاجة، سنظل في نفس المسار. وبالتالي لا يمكن أن ننتظر الفراغ الإلهي. الله لا يشتغل ناشطا سياسيا معنا، ولا يشتغل كدولة عظمى أو عضوا في مجلس الأمن الدولي أو في النظام الإقليمي حتى يتدخل. هذه أمور نحن صنعناها بأيدينا، وعلينا حل مشاكلنا بأنفسنا. فالله في إطار النظام الكوني لا يتدخل في خصوص البشر، فهو أعلى من هذا. إذا اسمح لنا دكتور فيصل أن ينضم معنا الأستاذ فيصل العواضي، مستشار وزارة الإعلام، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ فيصل. هناك عتب كبير على الشرعية والتحالف معا، فبعد 5 سنوات يجد اليمنيون أنفسهم في مربع الصفر. في البداية يواجهون الانقلاب وميليشيا الحوثي في نفس النقاط التي بدأ فيها الانقلاب. يعني ما هو تفسيرك لما يحدث؟ أولا يعني نحن عندما نقول الشرعية هي في مواجهة الانقلاب، وإلا فهي نفس الدولة التي ورثها هادي من علي عبد الله صالح، ونظمتها المبادرة الخلية بأن تكون 50% للمؤتمر و50% للمشترك. ما علينا، المهم أنه نحن لا نستطيع أن ننظر، يعني صحيح أن المواطن اليمني له الحق أن يعتب وله العتبة كثيرا، لكن علينا أن لا ننظر إلى اليمن بمعزل عما يجري في المنطقة بشكل عام. يعني القرار لم يعد قرار الشرعية ولم يعد قرار التحالف، هناك ترتيبات وتوازنات دولية شئنا أم أبينا، هي التي قاعدة ترسم المشهد في المنطقة، ولا ندري إلى أين سنصل ما لم يكن هناك وقفة عربية كاملة. يعني هناك أصبح في قضية عراقية وقضية سورية وقضية لبنانية وقضية يمنية وقضية ليبية، والبقية مهددين، يعني وقضية حتى الديمقراطية التي بدأنا نتفائل بنجاحها في تونس تواجه عثرات وتحديات كبيرة. الأمر أصعب من أن نجزئ المشهد ونقول. لكن أليست إطالة الحرب إلى هذه السنوات هي من جعلت هذه التوازنات تظهر؟ يعني ألا تعتقد بأنه لو كانت السعودية كقائدة للتحالف أنجزت الأمور كما كانت تدعي أنها في خلال 2 شهر تستطيع إنهاء الانقلاب، ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟
يعني إطالة أمد الحرب معناه قوة للحوثي، معناه وجود شرعيات بديلة، معناه وجود تفريخ شرعيات جديدة وانقلابات أخرى. نحن علماء اللغة نقول أن لو حرف امتناع لامتناع، فعندما تقولين لو يعني هذا لو تفتح باب المستحيلات. الناس لم يدخلوا المعركة للمناورة، ولم يدخلوا المعركة لتفريخ شرعية جديدة ولا لخلق انقلابات جديدة. هناك انقلاب واحد هو الذي يفرز كل هذه التناقضات، مدعوم من إيران في وضع النهار الدعم يصلهم، وفي تغاضي وتماهي دولي مع هذه الميليشيات ومع ما يجري. ودعنا نأخذ الحديدة مثالا، يعني يتم الاعتداء حتى على مندوبي المنظمة الدولية ولا يحركون ساكنا، وإذا حصل شيء فإنما يعربون عن قلقهم. يعني نحن في مواجهة مؤامرة متعددة الوجوه والأطراف، ولا نستطيع أن نقول أن يعني نحمل المسؤولية للشرعية وللتحالف. الشرعية عندما يعني حصل الانقلاب كان باقي 3000 جندي مع الذين هم يأتمرون بأمر الشرعية، والحوثي أمتلك أسلحة كانت تكدس على مدى 33 عاما، وميليشيا الحوثي كان هناك لوبيات خفية تشتغل في دعمها وتنخر بنيان الدولة من الداخل وتجيرها وركزوا أنفسهم في كل مكان. لا نكون سطحيين ونسطح الأمور، نحن لا نواجه عبد الملك الحوثي وأربعة أشخاص من مران، لا، نحن نواجه مشروع لعمره 1200 سنة وهو يعني يعمل فينا ويتغلغل ويجري مجرى الدم. نعم، اسمح لي إذن أنقل وجهة نظرك لضيفي عبر الأقمار الاصطناعي الدكتور فيصل الحذيفي. استمعت لوجهة نظر الأستاذ فيصل العواضي، هناك ترتيبات لتوازنات دولية، هناك البعد ليس فقط بعد شرعية وتحالف، هناك ما هو أكبر من ذلك. الحوثي لم يظهر فجأة، هو يتغلغل منذ 1200 عام في أسس الدولة، واستمعت لبقية حديثه، ما رأيك؟ بإمكاننا أن نمضي بقبول هكذا مبررات في حال ونقبلها في حال أن نكون نحن كطرف أصيل في المشكلة اليمنية أنجزنا ما علينا. هل أنجزت الشرعية ما عليها؟ هل أنجزت المؤسسة الدستورية ما عليها؟ البرلمان، الحكومة، السلطات المحلية؟ هل أنجز الجيش ما عليه؟ هل أنجز المواطن اليمني ما عليه؟ أو الأحزاب السياسية أنجزت ما عليه؟ عندما ننجز ما علينا نستطيع أن نرمي بالثقل على المؤامرة الكونية والمؤامرة الدولية والإقليمية إلخ والموزمبيقية. يعني اليمن ليست أسوأ حالا من رواندا وبوروندي، ومع ذلك فرنسا تضع يدها على مستعمراتها بشكل جيد، ولكن عندما وجدت الإرادة السياسية برواندا وبوروندي تغير المشهد، عندما وجدت الإرادة السياسية في إثيوبيا تغير المشهد، عندما وجدت الإرادة السياسية في سنغافورة، في تايوان، في ماليزيا، في غينيا، في غانا، في أكثر، في جنوب أفريقيا، هناك إرادة سياسية، هناك مشروع وطني دفع الناس أثمانه وقدموا ما عليهم ونجحوا. لكن نحن في المشهد السياسي اليمني إلى الآن كل الأطراف المعنية بالشأن اليمني من سلطة شرعية، من مؤسسات دستورية، من أحزاب سياسية لم تقم بواجبها. أولا نحن نبرر للشرعية وكأنها أنجزت ما عليها. تعالي أول مرة فيه مغالطات حتى في القراءة السياسية والدستورية لمفهوم الشرعية. ماذا نعني بالشرعية؟ الشرعية لا تعني عبد الرب منصور حتى نعلق الأمور عليه. الشرعية تعني تجسيد الإرادة العامة، تجسيد إرادة الشعب. عبد الرب منصور هو الوحيد الممثل للإرادة الشعبية وليس هو الشرعية. الشرعية في المعنى الدستوري والسياسي لها مظهران. المظهر الأول يتمثل في شرعية الوصول إلى السلطة وهو عبر الانتخابات أو الاستفتاء، وقد وصل عبد الرب منصور عبر هذا الخيار، عبر استفتاء عام وليس عبر الانتخاب التنافسي. المظهر الثاني للشرعية وهو شرعية الاستمرار، أي أن الحاكم إذا وصل بشرعية إلى الحكم ليس من حقه البقاء أن يمارس الفشل علينا، عليه أن ينجز مهامه الدستورية على أكمل وجه وإلا تسقط عنه الشرعية. إذن شرعية الاستمرار انتهت من عبد الرب منصور، لا هو أنجز شيئا في مرحلته الانتقالية الشرعية سنتين،
ولا هو أنجز خلال الثمان سنوات من البقاء في السلطة في المرحلة المسموح بها والمرحلة الممددة بها بحكم الظروف الواقعية. إذن هل أنجز الرئيس عبد الرب منصور الممثل للشرعية وليس هو الشرعية شيئا؟ هو سكت عن قصف الجيش اليمني، إذن هو موافق عليه. هو سكت عن الحصار للمناطق المحررة، إذن هو موافق عليه. هو سكت عن تجزئة الجيش اليمني، إذن هو موافق عليه. سكت عن تكوين الإمارات ميليشيات موازية للجيش، إذن هو موافق عليه. سكت عن إدخال السعودية والإمارات قوات إلى مناطق ليس فيها نزاع مع الحوثيين، المهرة، حضرموت، سقطرة والجزر والسواحل اليمنية، إذن هو موافق عليه. وبالتالي كيف أنا أبرر شخص قدم نفسه في لحظة تاريخية هامة وهو يعرف هذه الصعوبات ولم ينجز هذه المهام؟ وكان يعلم وهو ابن السلطة 17 سنة نائب رئيس، كان عليه أن يقرر أنه قادر على أن ينقذ اليمنيين من هذا المأزق وأن يقودهم إلى البر الأمان ويقبل أو لا يقبل. وعندما دخل وفشل عليه أن يستقيل. نحن لسنا بحاجة إلى ممثل فاشل. عبد الرب منصور ممثل فاشل وشرعيته سقطت. اليوم الشرعية الحقيقية هي الشعب اليمني عليه أن يسترد سلطته. المادة الرابعة من الدستور تعرف الشرعية، تقول الشعب هو مالك السلطة وهو ومصدرها وهو يمارسها بممارسة مباشرة عبر الانتخابات والاستفتاءات، ويمارسها بطريقة غير مباشرة عبر ممثلي السلطات. إذن هؤلاء ممثلين للشرعية وليس هم الشرعية. عفوا، ينبغي على الوعي العام الجمهور اليمني والسياسة والمفكرين اليمنيين ألا يغالطوا الناس. هؤلاء ممثلين للشرعية وليس هم الشرعية، وبالتالي على الشعب أن يسترد حقه. نعم، إذن مثلما كان عبد الرب منصور رئيسا توافقيا على الأحزاب نعم أستاذ فيصل، يعني ربما أنت يعني وصفت ما نقوله بأنه تسطيح دكتور أستاذ فيصل عواضي، تسطيح للمشهد، ولكن أيضا أنت تناولت المشهد بصورة كلية. ما نجده على أرض الواقع هو ما تحدث به الدكتور فيصل الحذيفي. هناك يعني الكثير من التجاوزات. نعم، سأترك لك، دعني أكمل سؤالي فقط. يعني ربما طيب سؤال أبرز الذي وضعه الدكتور فيصل هو هل أنجزت الشرعية ما عليها حتى ترمي بفشلها على الآخرين؟ يا أختي الكريمة ويا دكتور فيصل الحذيفي، هذا خطابك صراحة مفترض يكون في منبر، يعني ما أسهل أن نقول الجمل سكت عن كذا وسكت عن كذا وسكت عن كذا وكأنك جالس في باب لغز عبد الرب منصور كذا. يا أختي، هل الشرعية كان طريقها مفروش بالورود؟ الشرعية تحارب منذ سنوات. يعني هل كان عبد الرب منصور هادي عليه؟ يعني الرجل خطأ خطوات جبارة، عمل حوار وطني واستطاع أن يخرج برؤية حل المشكلة اليمنية تاريخيا. وماذا بعد ذلك لكن دكتور فيصل؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا تريدون منه؟ يترك الأمور في فوات الجهنم. هذا مطلب الحوثي، هذا مطلب المتحالف مع كنا نريد منه موقف لما يحدث. أستاذ فيصل، أستاذ فيصل اسمح لي، يعني نحن لم نطلب منه المستحيل. طلبنا من الحكومة الشرعية العودة إلى المناطق التي يدعون أنها محررة. ولا تعمل شيء ولا تواجه التحديات. عيب، لازم نوازن التحديات التي تواجه الشرعية ونقول خسرت. كيف يعني الشرعية عبد الرب منصور هادي خلاص وصل إلى يعني كمل السنتين حقه واستمر برغبته. الرجل قدم استقالته والحوثيين هم الذين منعوا البرلمان من أن يقبل الاستقالة، وفي الأخير وقف موقف تاريخي وتحمل المسؤولية في وجه انقلاب كان سيعيد اليمن إلى أحضان الإمامة الكهنوتية ونرجع عبيد نحبب الركاب والأقدام. ألم نعد لذلك العصر أستاذ فيصل؟ ألسنا نعيش الآن عصر الإمامة؟ اسمح لي دكتور فيصل، يعني نحن نعيش الواقع، يعني لا تحدثني عن يعني لنتكلم بهدوء رجاء، يعني ارجو ان تهدأ اولا حتى تستطيع سماعي. مش زي ما وصف فيصل الحذيفي، انت عندك توصيف ثاني للواقع. هذا اوصفي واقع فيه حرب، واقع فيه مؤامرة دولية، وانت تقولوا لا. دعني اوصف الواقع من منظور الشرعية. اسمح لي استاذ فيصل، اذا سمحت. الشرعية تواجه حرب اقتصادية، الشرعية تواجه من قبل من عسكرية. من قبل من تواجهه؟ الا تواجه كل ذلك من قبل التحالف الذي رمت بحملها عليه؟ ممولين من محور تركيا وقطر. استاذ فيصل، حتى نخرج يعني
نحن لا نريد مهاترات، يعني حتى نخرج إلى طريق واضح. اسمعني حتى تستطيع الرد علي إذا سمعت. قلت لي أن أصف الواقع بطريقة مختلفة، دعني أصفه من خلال ما تتحدث به الشرعية. الشرعية تقول أن لديها أكثر من 80% من الأراضي المحررة. لم يطق صبرا الأستاذ فيصل، وربما يعني انتهى الحوار معه إلى هذا الحد. كنا نتمنى أن تبقى، يعني نحن وددنا أن نضع نقاطا على الحروف لا أقل ولا أكثر، ولكن ما رأيك دكتور فيصل بما تحدث به الأستاذ فيصل العواضي؟ هو قد يكون صادق أن الشرعية جابهت كل هذا، ولكن الشرعية الشعبية، الشعب الذي انبثقت منه المقاومة الذاتية بدون قرار جمهوري في تعز وفي عدن وفي الضالع وفي بيضة وفي مارب وفي الجوف، اندفعت الشرعية الشعبية للدفاع عن الدولة اليمنية وعن الجمهورية ضد الإمامة، والناس غير راضون بحكم الانقلاب الإمامي حتى لو يمتلكوا قنابل نووية. لكن ممثل الشرعية وهو عبد الرب منصور، الرجل نائم 4 سنوات في فنادق الرياض، ماذا فعل يعني؟ فقط يعين في الميدان أسوأ الناس، يعين محافظين أسوأ الناس، يعين مستشارين أسوأ الناس، وزع الخارجية للأهل والأصدقاء، السفراء يعبثون لصالح الحوثي ولصالح أنفسهم ولا يفعل شيئا. فاضل حسن قائد المنطقة الرابعة أعلن انتماءه ضد الشرعية ولم يعزل. شلال شائع مدير أمن عدن هو الذي عينه واشتكى به إلى مجلس الأمن. ماذا فعل عبد الرب منصور؟ هذا الرجل اسمه في الدستور القائد الأعلى للقوات المسلحة. أنا أذكر جميع المشاهدين وليس المنتفعين، نابليون عندما استعمر أفريقيا كان على مقدمة الجيش ونزل بجنده وهو في المقدمة في مصر، وعندما غزا ألمانيا كان في المقدمة، وعندما غزا روسيا كان في المقدمة. صلاح الدين لم يدر معاركه من غرف النوم، وإنما كان في المقدمة. الظاهر بيبرز، سيف الدين قطز، جميع القيادة العسكرية قادوا نصرهم وحققوا مشروعهم السياسي والتاريخي وهم في مقدمة المعركة. ألا يخجل هذا أن يدافع عن شخص اختاره الناس لكي يبقى رئيسا؟ الآن عبد الرب منصور يدافع عن فخامة الرئيس لا أكثر، ويدافع عن ما يمتلك من سلطة ليوزعها بين جميع كحصص بين جميع الأحزاب ليبقوا تحت إرادته، وحتى لا يخرجوا عن طوره، وحتى لا يطالبه بالرحيل. ويحسن فن التوزيع، ويحسن فن الكذب، ويحسن توزيع الغنائم، وبالتالي جعل المناطق المحررة فاشلة، لأنه إذا تأسست المؤسسات وبدأ الاستثمار ينطلق وترسخ العمل المؤسسي لا نحتاج رئيس. ممكن حتى لو ظل بشكل صوري في الرياض أو في أي مكان آخر عجلة الحياة ستعود والرواتب ستصرف لجميع الناس. اليوم عدن فاشلة، وبالتالي البنك المركزي فيها. الحرب ضد الحوثيين ليس حربا عسكرية. ماذا فعلوا بخصوص الانترنت، بخصوص وزارة الاتصال، بخصوص البريد، بخصوص شركة النفط وتوزيعه، بخصوص الموانئ، بخصوص التجارة الدولية الخاصة باليمن، بخصوص الإغاثة، بخصوص التعامل الدولي؟ يقول بأنه تدخل العالم الخارجي في الحديدة. لماذا رضيت هذه الحكومة أن ترضى أن تخضع؟ لماذا لم تشترط أن تستعيد الحديدة قبل الذهاب إلى التفاوض كشرط من شروط يعني قبول التفاوض؟ يعني أستاذ فيصل، لو تحدثت دكتور فيصل، الحرب مع الحوثيين ليس فقط عسكرية. نعم دكتور فيصل، يعني أيضا يعني حين ننظر للمشهد، ألا يتحمل التحالف وزر ما يحدث؟ ألم يقف هو أمام الشرعية من عودتها في عدن؟ وربما تتذكر أنت كيف قامت الإمارات ضد عودة الرئيس هادي وإعادته بطائرته، ضد صرف المرتبات، ضد تمكين الحكومة على أرض يعني المناطق المحررة منها عدن، وكيف حاربوا وجودها تماما. دول التحالف وجدت فراغا فلعبت في هذا الفراغ. من سمح من فتح من سمح او من فتح هذا الفراغ لدول التحالف؟ اليست الشرعيه؟ من استدعى السعوديه بمجرد طلب ورقه على بياض، شيك على بياض؟ اين الاتفاقيه الدوليه التي تم استدعاء التحالف وفقا لها؟
العلاقة الدولية تصاغ عبر اتفاقيات دولية موثقة في الأمم المتحدة، توضع وتكتب المعاهدات وفق معاهدة فيينا 1959 أو 61، يعني تصاغ بطريقة قانونية مهنية. فهناك أهداف، هناك تزمين، هناك يعني طرق وآليات، إذا هناك نتائج ومترتبات على هذا التدخل. اليوم يتحدثون، دول التحالف تتحدث عن عمار، الدنيا كلها مدمر في تعز وفي عدن، يعني 4 سنوات عدن محرر، كل البناية المدمرة لا زالت مدمرة والمؤسسة. ورأينا ماذا فعل يعني ما فعلت الأمطار اليوم في عدن. في نهاية الأمر نضع سؤال، من سمح لدول التحالف بأن تعبث؟ هل سمعنا اعتراضا على هذا العبث؟ لا شيء، سواء في القصف الخاطئ، سواء في تدمير القصور، تدمير المؤسسات، تدمير رمز السيادة، إغلاق الحدود، الاستيلاء على الموانئ، المطارات. ما هو المبرر القانوني اليوم لكي يفرض الحصار على المناطق المحررة برا جوا بحرا؟ إذا دول التحالف تتصرف في فراغ ترك لها، لكن لو وجدت صدا ورفضا وتغيير المسار لتصرفت وفقا للقواعد القانون الدولي. اليوم لما سفير السعودية لما يتحكم بالمشهد السياسي اليمني عن بكرة أبيه ويوجه أوامره لرئيس الدولة، لرئيس الحكومة، لوزير الخارجية، ويقول لن نقبل ولن نسمح أن يتمحور الجيش، يعني هذا ليس شأنه. يعني الدولة اليمنية ليست ضيعة أو ليست جزء من استراحة في جدة أو في الرياض حتى يتحكم بها السفير آل جابر. ما هذا الخبل؟ يعني وصلنا إلى درجة من الضعف والصمت والاستهانة أن يصبح سفير الإمارات أو مندوب الهلال الأحمر أن يتحكم بالساحل الغربي عن بكرة أبيه، ويتمنع ويشجع على أن تقتحم تعز باعتبارها خارج عن الشرعية وتصبح الساحل محافظة جديد لإضعافا لتعز وحرمانا لها من منفذ بحري، وهذا حق من حقوقها. اليوم تعز لن تستطيع وهي محاصرة ودفعت ثمنا باهظا في الدفاع عن الشرعية. اسمح لنا دكتور فيصل أن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزازي من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. في حسابات الربح والخسارة، لو تسألتك ما الذي كسبته الشرعية وما الذي خسرت منذ تدخل التحالف منذ 5 سنوات؟ إلى اليوم أعتقد أننا لو حسبناها بهذه الطريقة نجد أن الشرعية خسرت كثيرا. خسرت أولا جمهورها في الداخل، خسرت الموقف، خسرت عودتها ككتلة موحدة. جرى تمزيق الشرعية إلى مجموعة من الكتل. فاليوم مثلا يقال أن ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي جزء من السلطة الشرعية، لكنه حقيقة هو عبارة عن مسمار قدم لهذه السلطة جعلها عرجاء. هذا أول الحلفاء، ثم القوى السياسية الأخرى التي تجيد الابتزاز للسلطة، لما يعرف بالسلطة الشرعية. أصبحت السلطة الشرعية كلا غير متجانس، يبتز بعضه بعضا، وأصبحنا لا نميز هرمية واحدة لهذه السلطة التي ربما خسرت حتى موضع قدما لها، إذ لم يبقى لديها مكانا ذا آمنا لتعود إليه سوى محافظة واحدة هي مارب فقط بدون أي معارضة. هي المكان الوحيد الذي تستطيع العودة إليه. أصبحت السلطة مع الأسف الشديد في وضع يرثى له، في فقدت أدوات انتظامها، قوة تناغمها، قوة أدائيتها على الأرض. مع الأسف الشديد نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات السلطة وأوراقها، أولويات السلطة بمركزيتها كدولة، أو على الأقل لن نقول كدولة، كسلطة متماسكة. الآن دعونا نتكلم عن سلطة، لأننا لن نتكلم عن دولة، الجميع نقاتل لاستعادة الدولة، وبالتالي الدولة هي المفقود. الدولة هنا مفقود، وما هو قائم لدينا سلطة شرعية. هذه السلطة الشرعية مثلها مثل بقية تصنيف السلطات في العالم، لأن الدولة لها أدوات هي السيادة والشعب والوحدة السياسية، وحدة الكيان السياسي، وأيضا تمتعه بالسيادة والتماسك، وكلا الشروط ربما تختفي عند التقييم من الناحية الأكاديمية. لكن نحن نتكلم مجازا الآن،
عن سلطة قائمة ممثلة برئاسة الوزراء كان يجب أن توجد لها أرض موطئ قدم على الأرض، حتى لو كان هذا الموطئ في جزيرة سقطرى أو في أحد الجزر اليمنية البعيدة التي ربما يعزلها على البر اليمنية بحر أو مياه، حتى تمارس سلطتها بشكل كامل ويشعر المواطنين أن هناك سلطة يمكن اللجوء إليها ويمكن التفاهم معها. هنالك اليوم ما يمكن أن نعتبره كيتونات تبسط سيطرتها على الأرض اليمنية، سواء في المدن والسواحل، في المطارات، في الموانئ، في الداخل اليمني. هناك أيضا بالمقابل محافظون لا يدركون ما مهامهم. هؤلاء المحافظون كتل من الغباء المخيفة في بعض المحافظات، يعتبر نفسه بدلا عن السلطة الشرعية بأكملها، بل يرى نفسه السلطة ولا سلطة إلا هو. وهذه أيضا واحدة من الكوارث، أي أننا نفتقر لخطاب استراتيجي، لرؤية واضحة متجانسة تشكل ما يمكن أيضا وصفه بسلطة، وهي واحدة من الأدوات المخيفة والخانقة في ذات الوقت. اليوم نحن أمام ظرف صعب جدا، سقطت محافظة الجوف ثم تلتها محافظة أخرى كادت أن تسقط لولا تآزر المجهود الشعبي القبلي، والسلطة لم تحرك ساكنا، كأن المسألة لا تعنيها، كأن المسألة لا تمسها تماما، الجميع لم يبدي أي حركة. الحوثيون يقومون بتجميع السكان بممارسة تضليل مخيف، لديهم خطابا إعلاميا موحدا، على الأقل لا يوجد حتى تماثل في مواجهة الخصم. إن كان لك خصما فماثله من حيث الأدوات والطرق والأداة. نحن أمام وضع يجب أن يحتاج إعادة قراءة وإعادة ترتيب وإعادة وضع استراتيجية. ما يوضع هي مجموعة من الاجتهادات الشخصية، ثم نبدأ اليمنيين بالبحث عن ضحية فنحمل التحالف العربي، ومرة نحمل هذا وذاك. نحن قوى مؤتلفة على طريق الاختناق، قوى سياسية غير منسجمة. برأيك هل ركنت الشرعية إلى سلطة التحالف أم من القرار فعلا منزوع منها؟ هي ركنت إلى التحالف مع الأسف الشديد، هي ركنت إلى التحالف وفقدت الثقة فيما بينها البين، وهذه كارثة. فقدت الثقة فيما بينها البين وفقدت القوة، القدرة على حساب بعض القوى التي لا تلتزم ولا تلزم ولا احترمت مواثيقها ولا احترمت أيضا المعركة التي تخوضها لاستعادة الدولة. بعض القوى لديها دولة خاصة في رؤوسها تريد أن تنشئها على الأرض ولو على بعض الكيلومترات، أو كما قال وزير الداخلية دولة القرى، أي أننا أمام دولة القرى والطوائف. اليوم في المناطق اليمنية عموما لدينا طوائف ابتداء من المهرة وانتهاء بمحافظة تعز، لدينا آلاف من الطوائف، ونهمل دائما كل من يحملون مشروع الدولة، الجماعات التي تحمل المحافظات التي تحمل مشروع الدولة وعلى كاهلها بكل قوة، كمحافظة الجوفة وأيضا محافظة مأرب البيضاء تعز. هذه المناطق التي تحمل مشروع الدولة وتبحث عن استعادة الدولة يجب التعامل معها باستهانة وبانتقاص وكأنها خصم، مع الأسف الشديد تترجم خطوات السلطة باتجاه هذه المناطق كأنها هي الخصم، لكن المناطق الأخرى التي تتعامل كأنها سلطنات تعيدنا إلى ما قبل 30 عاما، حيث كان الجنوب في فترة المشيخة والسلطنات، هذه يتم التعامل معها باعتبارية وبنمطية وبمثالية كبيرة، ونحن أمام هذه الكارثة. ولذلك لا يمكن أن يتدخل الآخرين إلا حين تترك أنت فراغا كبيرا وتعجز عن شغله ويشغله الآخرين. بالتأكيد لا توجد منطقة فراغ، فما لا تشغله يشغله غيرك. نعم، إذن برأيك أستاذ عبد الهادي ما هي خيارات الشرعية الآن بعد 5 سنوات؟ أعتقد أن الشرعية لا زالت مع الأسف الشديد المولى عز وجل يتدارك هذه السلطة بآلاف من الخيارات المفتوحة، وبشعب لديه مدى طويلا من الصبر، مدى لا يرى من الصبر، بل إنه أصبح يرى نفسه أنه صاحب القضية الحقيقية وليست السلطة. لا، على السلطة اليوم تركن إلى الشعب اليمني بشيء واحد، أنها لا تقاتل بالإنابة عنه، ولا هو مقاتلا بالإنابة عنها أو عاملا معها، هو مقاتل مع نفسه. مشروع الدولة مشروع الشعب اليمني، ليس مشروع السلطة. السلطة جزء قسم كبير منها من أدوات الماضي، من أدوات صالح والماضي، وهي لا زالت تعيش هذا الماضي مغرقة فيه ولم تغادره ولن تغادره، وهي لا تقدم للواقع أي، لا تمت للواقع بصلة، لا زالت تعيش داخل أوهامها. ارجعوا إلى صفحات
أمناء من الأحزاب وأمناء من هذه السلطات وكتابها المرموقين جدا الذين كانوا البعض منهم رؤساء صحف ورؤساء تحرير والبعض رؤساء للدوائر إعلامية ودوائر سياسية يكتبون كلاما مقيفا وكلاما لا يمت لمشروع استعادة الدولة ولا لدولة ولا لجماعة ولا لقيادة سياسية تعيش حالة حرب، لا حالة انسجام، لا مخطط، لا استراتيجية. 5 سنوات ونحن ننتظر، نحن نصيح، نحن نرفع أصواتنا والجميع يتعامل معنا في الفترة الأخيرة. بقسم كبير منا تم التعامل معنا على أننا خصوم، على أننا خصوم. مشروع اليمن الاتحادي بشكل أساسي يجري تدميره من قبل من كلفوا بأن يقودوا. هؤلاء مع الأسف الشديد لا يملكون رؤية ولا استراتيجية ويتعاملون مع الآخرين من باب الذكاء، أن مقاليد الأمور أصبحت بأيدينا وأنكم سوف تتبعون رضيتم أم أبيتم، وهم كمن يخرق السفينة لنغرق جميعا نحن وهم ولهم غير مكترثين بما قد يحل فوق رؤوسنا جميعا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، برأيك ربما أنت تحدثت بداية الحلقة بأن الوضع إذا ما استمر على ما هو عليه فهناك أمامنا أعواما وأعواما من المجهول، ولكن دعني أسألك ما هي مخاطر استمرار هذا الوضع لعام قادم أو أعوام متتالية؟ اولا دعيني احيي المناضل عبد الهادي، الاستاذ عبد الهادي العزعزي، فهو يعبر عن خطاب وطني دون تزلف ونفاق، بينما نرى الخطاب النفعي والخطاب النفاقي ريحته من الكلمه الاولى يستفز المواطن اليمني. الخطاب التبريري في ظل هذا الوضع لم يعد نافعا، ينبغي ان نكاشف بعضنا بعضا، ينبغي أن نقول للمخطئ أخطأت ونضع أصابعنا في عين عبد الرب هادي وفي عين الوزراء وفي عين الوكلاء وفي عين المحافظين الذين يسيئون استخدام السلطة لصالح ويستثمرونها لصالحهم. اليوم ما هي المخاطر؟ المخاطر في نهاية الأمر نحن سنتمزق، يعني سنخرج أو سنغادر مشروع مفهوم الدولة إلى مشروع ما قبل الدولة، يعني حتى ونحن الآن ندافع نستردها أو نستردها كعنوان قانوني أو كشخصية قانونية موثقة في الأمم المتحدة ليس أكثر. لكن ما هو حاصلنا الآن؟ نحن في مرحلة استعادة الدولة، فإذا ما فشلنا في استعادة الدولة سنخرج من هذا المسار إلى مسار التقسم والتمزيق الاجتماعي. إذن نحن سنعزز القروية، سنعزز الجهوية، سنعزز مجتمع العصابات، مجتمع القوة، مجتمع اللصوصية، سيصبح لكل مجتمع محلي هويته وطريقته في الحياة. وبالتالي أنا لازال عندي أمل بأن المجتمع اليمني، وهذه أرددها دائما وربما كثير لا ينتبه إليها، أقول بأن الحرب حتى اليوم لازال المجتمع اليمني ينظر بأنها حرب لا تخصه. وبالتالي متى ما خرج هؤلاء الناس الذين يمثلون الشرعية من المعادلة، ومتما خرج التحالف من المعادلة، ومتما خرج المتدخلون الدوليون من المعادلة، سيواجه الشعب اليمني مصيره بنفسه وسينتصر. متى ما كانت الحرب في اليمن تخص الشعب اليمني سينتصر، لن يهزم، لن تهزمه العصابة الانقلابية، وهذه العصابة الانقلابية لم تعد قوية إلا بضعف الشرعية وبسوء أدائها. أنا قلت قبل قليل بأنه الحرب ضد الانقلاب ليس فقط حربا عسكرية، أنت كسلطة شرعية تمتلك مفاتيح القانون، مفاتيح الاقتصاد، مفاتيح الإدارة. لو سحبت من الحوثيين الاتصال، البريد، البنوك، إدارة الاتصالات، الاستيراد والتصدير، العملة، يعني تصور اليوم العملة، فرض الحوثيون شروطهم باستخدام العملة وقسموا اليمن إلى قسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي، يعني لو اتخذت فقط الحكومة قرارا واحدا بأنه لا يتم تخليص الجمارك والرسوم وشراء الغاز والبترول والبضائع من المناطق المحررة إلا بالعملة القديمة وتسحبها وتحرقها ثم تضخ إلى السوق عملة مساوية لها جديدة، ستفرض على الحوثيين التعامل رغما عن الفهم في العملة الجديدة، ولكنها مزقت الناس لأنها غير قادرة على دفع رواتب الناس وغير ملتزمة أخلاقيا بدفع رواتب الناس. مفترض اليوم على الحكومة الشرعية
أن تفصل كل الموظفين الذين اعتلوا السلطة في مناطق الحوثي بقرارة حوثية. اليوم القاضي اللي يحكم على عبد ربه منصور وعلى الحكومة الشرعية هو قاضي السلم راتبه من عدن. أي قبح هذا؟ رئيس الجامعة الذي عينه الحوثيين، رئيس الجامعة الحوثي الذي يعين عند الحوثيين أو الوزير أو رئيس الاتصالات أو يستلم رواتبه من عدن، كارثة. يعني هو يشتغل ضدك وأنت تكافئه، يعني لا يوجد لا إدارة ولا قرار. في نهاية الأمر وأقول بأن المخاطر ستظل يعني تتخبط اليمنيين ما دام عبد الرب منصور لا يجد ضغطا من الشعب ولا من الأحزاب حتى يغير من سياسته. الرجل هذا هو الكارثة، فكل المصائب تصدر بقرار جمهوري، المحافظ يتعين بقرار جمهوري، قائد المنطقة بقرار جمهوري، القائد اللواء بقرار جمهوري، وزير بقرار جمهوري، رئيس الحكومة بقرار جمهوري. إذن هو من يصنع الفساد، هو من يوزع هذه الحصص لكي يبقي الأحزاب مرتبطة به وضعيفة لا تستطيع الخروج عنه. وحتى الحزب القوي الذي قادر على اتخاذ القرار هو يعني مستهدف داخليا ومستهدف من السلطة ومستهدف إقليميا ودوليا، وبالتالي لا يحسن حتى اتخاذ القرار. عندما يعجز الإنسان يعيد الأمانة إلى الشعب، الشعب عنده قدرة إذا عدنا الأمانة إليه أن ينتصر لنفسه. إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.